السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير كده جميعا موفقين إن شاء الله. أتأكد بس إن الصوت واصل لحضراتكم لو سمحتم. طيب شكرا جزيلا، شكرا ألف شكرا لحضراتكم. في البداية بعتذر لكم على يعني المواعيد اللي كانت غير موفقة، في موعد أو لقاء كنت تعبت فيه شوية، الآخر كان عندي اجتماع ضروري لمتطلبات الجودة للقسم يعني. فأنا بعتذر لكم جميعا على هذا، وده ليس سلوك فيا يعني، والله احتمال تكون أول مرة في حياتي كلها يعني يحدث ذلك، إنما أحيانا بتأتي الرياح زي ما بيقولوا بما لا تشتهي السفن يعني. نحمد الله على كل حال، وإن شاء الله يعني الأمور سهلة وميسرة وبنعوض بإذن الله تعالى. في آخر المحاضرة يا ريت تدونا أكثر من موعد بحيث نعمل موعد إضافي يعني، بس في الآخر في آخر المحاضرة خالص بعد ما نخلص خالص إن شاء الله بنحدد، نتفق بس يكون كل الناس موجودين معنا، وبنحدد موعد إن شاء الله إضافي يعني، نشوف الموعد المناسب ليكم وقولوا عليه ونتفق وإن شاء الله نعمل موعد إضافي بحيث إن احنا نعوض إن شاء الله اللي فاتنا إن شاء الله. طيب في المحاضرة الماضية، الله يسلمك يا عبد الرحمن، في المحاضرة الماضية كنا عرفنا الإدارة وقلنا إن هي مجموعة من الأنشطة أو الوظائف اللي بيقوم بها المدير من خلال استخدام الإمكانيات المتاحة عشان يوصل لتحقيق أهداف المشروع بأقل جهد وأقل تكلفة وأعلى جودة إيه ممكن. طيب واستنتجنا عدة استنتاجات، منها إن المدير لازم عشان يوصل للأهداف دي بالثلاث شروط دول لازم يمارس وظائف الإدارة ووظائف المشروع. وقلنا وظائف المشروع مش مشكلة، نبدأ بأي وظيفة تعجبنا، أما وظائف الإدارة لابد وأن تأتي إيه مرتبة. فاكرين الكلام ده؟ التخطيط ثم التنظيم ثم التوجيه ثم الرقابة. طيب تحدثنا عن التخطيط وتحدثنا عن التنظيم وكنا واقفين عند التوجيه. طيب عظيم، افكركم بسرعة، قلنا التخطيط هو المرحلة اللي بيتم فيها تحديد الاهداف صح، ونحط خط تحت كلمة الاهداف دي لانها مهمة جدا. طيب التنظيم هو المرحلة اللي بنحدد فيها الاعمال والمسؤوليات اللي هتوصلنا لهذه الاهداف، ونحط خط برضه تحت الأعمال والمسؤوليات. يبقى التخطيط بنحدد فيه الهدف، والتنظيم بنحدد فيها الأعمال اللي هتوصلنا للإيه للهدف. طيب تأتي بقى رقم ثلاثة، ثالثا وظيفة التوجيه، كنا واقفين لحد هنا صح؟ طيب يبقى ثالثا وظيفة التوجيه. نقطتين، التوجيه هو المرحلة التي يتم فيها إرشاد وتوجيه العاملين، هو المرحلة التي يتم فيها إرشاد وتوجيه العاملين على كيفية تنفيذ الأعمال والمسؤوليات، تنفيذ الأعمال والمسؤوليات السابق تحديدها في المرحلة السابقة، السابق تحديدها في المرحلة السابقة، والمرحلة السابقة اللي هي ايه؟ هي التنظيم. ده بين قوسين كده نكتب ايه؟ التنظيم عشان نبقى عارفين. يبقى احنا كده خدنا ثلاث وظائف، وظيفة التخطيط وبنحدد فيها الهدف، وظيفة التنظيم بنحدد فيها الأعمال اللي توصلنا للهدف، وظيفة التوجيه هي المرحلة اللي بن إيه اللي بندرب الناس وبنرشدهم إزاي ينفذوا الأعمال والمسؤوليات اللي توصلنا لهذه إيه لهذه الأهداف. طب يبقى دلوقتي نقطتين من أول السطر أو نقطة من أول السطر، وتتكون وظيفة التوجيه من ثلاثة عناصر هي، وتتكون وظيفة التوجيه من ثلاثة عناصر هي: واحد، تعريف الأفراد بالسياسات
وبالقواعد، تعريف الأفراد بالسياسات وبالقواعد التي تسير عليها المنظمة. فبين قوسين كده فلسفة المنظمة، فبين قوسين هي فلسفة الايه المنظمة. طب ديت اول مكون من وظيفة التوجيه. طيب بعد ما نعرف الناس بالسياسات والقواعد، يبقى اتنين، رقم اتنين تدريب الافراد. تدريب الافراد على كيفية الوصول الى اقصى كفاءة في العمل. تدريب الافراد على كيفية الوصول الى اقصى كفاءة في العمل. يبقى رقم واحد بعرف الناس او الافراد اللي عندي او العاملين اللي عندي بفلسفة الشركة. اثنين بدربهم على هذه الايه الاعمال او فلسفة الشركة. ثلاثة اصدار تعليمات محددة. اصدار تعليمات محددة لارشاد الافراد على اعمالهم اليومية. لارشاد الافراد على اعمالهم اليومية. طيب احنا كده اخذنا ثلاث وظائف بسرعة كده، اكتبوا لي بسرعة. في التخطيط بنحدد الايه؟ في التخطيط بنحدد برافو الاهداف، تمام. طب وفي التنظيم بنحدد ايه؟ وفي التنظيم برافو، هايلين كلكم ممتازين ما شاء الله. وفي التنظيم بنحدد الاعمال والمسؤوليات اللي هتوصلنا للهدف، ما شاء الله ممتازين. طيب وفي التوجيه؟ في التوجيه بنرشد الناس، برافو يا نوح، بنرشد الناس وبنوجههم ازاي ينفذوا هذه الايه الاعمال. عظيم، هايلين ما شاء الله. طيب الوظيفه الرابعه بقى، كلكم ممتازين ما شاء الله. طب الوظيفه الرابعه، الوظيفه الرابعه رابعا اللي هي الايه؟ وظيفه الرقابه، تمام. وظيفه الرقابه نقطتين، وهي المرحله التي يتم فيها التأكد، وهي المرحلة التي يتم فيها التأكد من أن الأعمال والمسؤوليات، التأكد من أن الأعمال والمسؤوليات يتم تنفيذها كما هو مخطط لها، كما هو مخطط لها. تمام يا فرح، مظبوط، كان هو مخطط له. بهدف الحصول على معلومات تفيد في الآتي. بهدف الحصول على معلومات تفيد في الآتي. بين قوسين كده هنكتب أهداف الرقابة. بعد النقطتين قوسين كده ونكتب أهداف الإيه الرقابة. واحد، تحديد مدى الالتزام بالخطة الحالية. واحد، تحديد مدى الالتزام بالخطة الحالية. اثنين، تحديد الأخطاء أو الانحرافات عن الخطة الحالية. تحديد الأخطاء أو الانحرافات عن الخطة الحالية. ثلاثة، العمل على علاج تلك الانحرافات أو الأخطاء أولا بأول. مظبوط، العمل على علاج تلك الأخطاء أو الانحرافات أولا بأول. أربعة، منع ظهور تلك الأخطاء أو الانحرافات في المستقبل. منع ظهور تلك الانحرافات أو الأخطاء في المستقبل والاستفادة منها، والاستفادة منها عند وضع الخطط اللاحقة، والاستفادة منها عند وضع الخطط اللاحقة. طيب بسرعة كده أعد لكم، أنا متأكد أن أنتم ما شاء الله فاهمين كويس، بس برضو عاوزين نأكد، لأن احنا قلنا وظائف الإدارة لابد أن تأتي مرتبة، لأن كل وظيفة معتمدة على الوظيفة الإيه التانية. قلنا في التخطيط بنحدد الهدف، مظبوط. بنيجي بقى في التنظيم بنحدد الأعمال اللي توصلنا لهذه الإيه الأهداف. طيب في التوجيه بندرب الناس ونرشدهم ازاي ينفذوا هذه الاعمال والمسؤوليات. طيب في الرقابه بنتاكد من ان الناس بينفذوا الاعمال والمسؤوليات
زي ما احنا وضعناه في الايه في الخطه. اذا عمليه مستمره لا تنتهي زي الحلقه لا تنتهي، كل وظيفه بتمهد للوظيفه اللي بعديها، والوظيفه اللي بعديها بتاكد الوظيفه الايه اللي قبليها، هي مظبوط الوظائف ايه متكامله مع بعضها. طيب عنوان جانبي، عنوان جانبي المستويات الاداريه، عنوان جانبي المستويات الإدارية، نقطتين. تتكون الإدارة في أي منظمة؟ تتكون الإدارة في أي منظمة؟ مظبوط، من ثلاثة مستويات إدارية رئيسية، من ثلاثة مستويات إدارية رئيسية هي كالتالي: واحد الإدارة العليا، واحد الإدارة العليا، اثنين الإدارة الوسطى، اثنين الإدارة الوسطى، ثلاثة الإدارة التنفيذية أو المباشرة، الإدارة التنفيذية أو المباشرة. يعني أنا بفضل يعني لفظ الدنيا مش بفضله، هو يعني بعض الناس بيسموها الإدارة الدنيا، بس هو الصح بتاعها الإدارة التنفيذية اللي بتقوم بالتنفيذ أو الإدارة المباشرة يعني. طيب هنشرح كل نوع من هذه الأنواع أو هنقارن بينهم بسرعة كده. طيب أولا الإدارة العليا، أولا الإدارة العليا، أولا الإدارة العليا. خليكم فاكرين في نهاية المحاضرة نحدد موعد إضافي، ها، عشان انا بنسى احيانا يعني. طيب في الاخر كده فكروني. طيب اولا الاداره العليا، من اول السطر، موقعها، موقعها نقطتين، تقع على قمه الهرم الاداري، تقع على قمه الهرم الاداري، من أول السطر، مكوناتها، مكوناتها تتكون من مين؟ نقطتين، تتكون من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، تتكون من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فصلة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء القطاعات فصلة، ومدير العموم، ومدير العموم. طيب من اول السطر، مهمتها ايه؟ هي مهمه الاداره العليا بقى، مهمتها، مهمتها نقطتين، واحد وضع الاهداف العامه والخطط العامه للشركه، واحد وضع الأهداف العامة، وضع الأهداف العامة والخطط العامة للشركة، اثنين الاتصال المباشر مع الإدارة الوسطى، الاتصال المباشر مع الإدارة الوسطى. طيب احنا كده خدنا الإدارة العليا، قلنا موقعها بتاع فين وبتتكون من مين وايه هي مهمتها، برضه ناخد نفس الكلام للاداره الوسطى. ثانيا الاداره الوسطى، الاداره الوسطى موقعها نقطتين، تقع وسط الهرم الاداري، تقع وسط الهرم الاداري ما بين قوسين كده، اي ما بين الاداره العليا والاداره التنفيذيه، اي ما بين الاداره العليا والاداره التنفيذيه، عشان اسمها اداره وسطى. طيب مكوناتها تتكون من مين؟ من اول السطر، مكوناتها تتكون من مدير الادارات المختلفه، من مدير الادارات المختلفه مثل مدير اداره الموارد البشريه، مدير إدارة الموارد البشرية فصلة، مدير إدارة الإنتاج،
مدير إدارة الإنتاج، فاصلة، مدير إدارة التمويل، مدير إدارة التمويل، فاصلة، مدير إدارة التسويق إلى آخره. أي مدير إدارة زي ما نفكر كتبنا فهو من الإدارة الوسطى. طيب إيه هي مهمة الإدارة الوسطى؟ إحنا قلنا إن هي تقع ما بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية. طيب مهمتها نقطتين، تعتبر همزة وصل بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، وده أمر طبيعي، تعتبر همزة وصل بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، حيث تقوم بترجمة الأهداف والخطط، حيث تقوم بترجمة الأهداف والخطط التي تضعها الإدارة العليا، التي تضعها الإدارة العليا، وتحولها إلى برامج تنفيذية، وتحولها إلى برامج تنفيذية إلى الإدارة المباشرة أو التنفيذية، إلى الإدارة المباشرة أو التنفيذية. يعني هي اسمها الإدارة الوسطى، والإدارة الوسطى دي حلقة وصل بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية. مش الإدارة العليا قلنا إن هي بتضع الأهداف العامة والخطط العامة، طيب الإدارة الوسطى بتاخد الأهداف والخطط العامة ديت وتحولها إلى برامج تنفيذية وترسلها لمين؟ وترسلها للإدارة التنفيذية عشان الإدارة التنفيذية تنفذ. طيب عظيم. نيجي بقى الإدارة التنفيذية اللي هي رقم ثلاثة، يبقى سهلتنا الإدارة التنفيذية أو المباشرة. سهلتنا الإدارة التنفيذية أو الإدارة المباشرة. برضو هنقارن بينها على أساس الثلاث حاجات اللي احنا أخذناهم. موقعها بتقع فين؟ نقول الإدارة العليا في قمة الهرم والإدارة الوسطى في المنتصف، صح؟ تبقى الإدارة التنفيذية فين؟ تمام، برافو عليكم، أيدين ما شاء الله. تقع أسفل الهرم الإداري، تقع أسفل الهرم الإداري. طيب من أول السطر، مكوناتها تتكون من مين؟ مكوناتها تتكون من رؤساء الأقسام، تتكون من رؤساء الأقسام والمشرفين والملاحظون، والمشرفين والملاحظون على العمال. طيب مهمتها ايه؟ مهمتها احنا قلنا الإدارة العليا بتضع الخطط والأهداف العامة، صح؟ الإدارة الوسطى بتحول هذه الخطط والأهداف إلى برامج تنفيذية. برافو برافو تمام. يبقى هتاخد تتلقى الأوامر التنفيذية أو البرامج التنفيذية من الإدارة الوسطى وتحطها موضع التنفيذ. خيرين ما شاء الله عليك، ما شاء الله. طيب يبقى مهمتها تلقي الأوامر أو البرامج التنفيذية، تلقي الأوامر أو البرامج التنفيذية من الإدارة الوسطى، من الإدارة الوسطى، ووضعها موضع التنفيذ، ووضعها موضع التنفيذ، ووضعها موضع التنفيذ. طيب عظيم، ممتازين ما شاء الله عليكم. نيجي بقى على نقطة أخرى، عنوان جانبي آخر، وهو أهمية أهمية الإدارة، أهمية الإدارة. طبعا حضراتكم عارفين إن الإدارة المفروض بتحقق أهداف بعض الأطراف المختلفة. زي إيه؟ العمال لهم رغبات أو أهداف، أصحاب المشروع اللي هم الملاك لهم أهداف أو رغبات، المجتمع له رغبات، والثلاث رغبات دول متعارضة، بيتعارضوا مع أهداف الملاك أو أهداف المنظمة. العمال محتاجين ياخدوا مرتبات مرتفعة، المجتمع محتاج السلع والخدمات بأسعار منخفضة. طيب ما هو ده بيأثر على هدف المنظمة اللي هو زيادة الأرباح، صح؟ يبقى مهمة الإدارة هنا إن هي تحاول توفق بين الأهداف المتعارضة دي. طيب تعالوا نكتب الكلمتين دول، أهمية الإدارة، برافو يا نوف، لأن هي كان العقل اللي بيفكر للمشروع. طيب أهمية الإدارة نقطتين، زي ما نوف كده قالت، الإدارة تعتبر العقل المفكر للمشروع، تعتبر العقل المفكر للمشروع. لماذا؟ لماذا؟ على استفهام، لأنها تعمل دائما،
لأنها تعمل دائما على التوفيق بين الرغبات المتعارضة، بين الرغبات المتعارضة لثلاثة جبهات هي: واحد المجتمع، اثنين الملاك أو أصحاب المشروع، ثلاثة القوى العاملة اللي هم العاملين، يعني القوى العاملة ما بنقصهم كده، العاملين في المشروع يعني القوى العاملة. نقطة من أول السطر. والإدارة الرشيدة يمكنها حل هذا التناقض بين الفئات الثلاثة السابقة من خلال ما يلي: واحد حسن اختيار العاملين، اثنين وضع الموظف المناسب في المكان المناسب لقدراته وإمكانياته، وضع الموظف المناسب في المكان المناسب لإمكانياته وقدراته، ثلاثة ربط الأجر اللي هي الرواتب يعني بالإنتاج. طيب نكتفي بذلك في هذا الفصل، يعني كده انتهينا من الفصل الأول. بننتقل على طول للمرحلة الثانية: ربط الأجور يعني بإنتاج العمال. خلاص؟ طيب المرحلة الثانية هي الأسئلة التطبيقية على الفصل اللي احنا أخذناه. جاهزين ناخد الأسئلة؟ جاهزين. طيب بس بشرط، أنا بقول السؤال وأنتوا بتساعدوني في الإجابة، صح؟ أنا متأكد إن أنتوا فاهمين ما شاء الله ممتازين، عشان كده أنا بقول السؤال وأنتوا بتساعدوني في الإجابة. ماشي؟ اتفقنا. يلا أسئلة تطبيقية. السؤال الأول: التخطيط يمثل المرحلة التي يتم فيها تحديد الأعمال والمسؤوليات. ما تتسرعوش في الإجابة، نسمع السؤال الأول وبعدين نجاوب. طيب التخطيط يمثل المرحلة التي يتم فيها تحديد الأعمال والمسؤوليات. المطلوبة لتحقيق الأهداف. التخطيط يمثل المرحلة التي يتم فيها تحديد الأعمال والمسؤوليات المطلوبة لتحقيق الأهداف. ألف صحيح وباء خطأ. مظبوط، برافو عليك وهيدين ما شاء الله، ممتازين كلكم، ممتازين بالاسم عشان الأسماء عدتني، كلكم ممتازين هايلين ما شاء الله. طيب السؤال الثاني: الإدارة التنفيذية أو المباشرة تقوم بوضع البرامج التنفيذية موضع التنفيذ. ألف صحيح وباء خطأ. الإدارة التنفيذية أو المباشرة تقوم بوضع البرامج التنفيذية موضع التنفيذ. ألف صحيح وباء خطأ. اللي كتب ألف صحيح مظبوط. الإدارة التنفيذية بتتلقى الأوامر التنفيذية أو البرامج التنفيذية من الإدارة الوسطى عشان تضعها موضع التنفيذ، صح؟ طيب ما تتسرعوش،
ماده الزراعه. طب لو قلنا السؤال ده بمعنى تاني، طب لو نفس السؤال ده قلناه بمعنى اخر، اكتبه معايا، بس نفس السؤال برضه رقم 2 بس بمعنى اخر. الاداره المباشره او التنفيذيه، الاداره المباشره او التنفيذيه تعتبر حلقه وصل بين الاداره العليا، تعتبر حلقه وصل بين الاداره العليا والتي تليها. الاداره التنفيذيه او المباشره تعتبر حلقه وصل بين الاداره العليا والتي تليها. الف صحيح وباء خطا. هل الاداره التنفيذيه حلقه وصل بين الاداره العليا والتي تليها؟ ما هو ما فيش اداره تليها، صح؟ يبقى خطا. برافو عليكم هايدين ما شاء الله. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث سن 3، من العناصر الواجب توفرها في الاداره ما يلي؟ كويس، انا مبسوط منكم ممتازين ما شاء الله عليكم. طيب السؤال الثالث، من العناصر الواجب توفرها لممارسه الاداره ما يلي؟ من العناصر الواجب توفرها لممارسة الإدارة ما يلي؟ ألف وجود خطة استراتيجية، ألف وجود خطة استراتيجية، باء وجود أسواق بديلة، وجود أسواق بديلة، جيم وجود مجموعة من الأفراد لهم هدف واحد مشترك، وجود مجموعة من الأفراد لهم هدف واحد مشترك، وجود مجموعة من الأفراد لهم هدف واحد مشترك. ما شاء الله عليكم ما شاء الله، ممتازين ممتازين. ايوه كده، انا سعيد بكم جدا يعني. طيب كويس، نكمل السؤال. دال رقم دال وجود فروع جديده للمنظمه، وجود فروع جديده للمنظمه. الاجابه فعلا هي ايه؟ هي جيم. ان لازم يكون في رئيس ومرؤوسين، وجود مجموعه من الافراد وبيجمعهم هدف واحد ايه؟ مشترك. طيب برافو هايدين. طيب السؤال الرابع، السؤال الرابع بيقول تتحدد الاهداف، تتحدد الاهداف. فاكرين لما جينا نتكلم عن الرقابه وقلت لكم ما بين قوسين كده حطوا اهداف، كلمه اهداف الرقابه. طيب ماشي. طيب تتحدد الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، تتحدد الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، من عملية الرقابة في الآتي، من عملية الرقابة في الآتي. ألف إنتاج سلعة معينة، ألف إنتاج سلعة معينة. إنتاج سلعة معينة هدف رقابة ولا هدف المنظمة؟ هدف منظمة مش هدف الرقابة، صح؟ طيب عظيم. طيب رقم باء، زيادة الأرباح وتخفيض التكاليف، باء زيادة الأرباح وتخفيض التكاليف، برضو هدف رقابة ولا هدف منظمة؟ هدف منظمة. تمام. طيب جيم زيادة المبيعات، جيم زيادة المبيعات، برضه هدف ايه؟ ما ينفعش يا فرحة. تمام عظيم وانا موافق. طيب دال رقم دال، تحديد مدى الالتزام بالخطة الحالية وتحديد الانحراف عنها، تحديد مدى الالتزام بالخطة الحالية وتحديد الانحراف عنها. برافو عليكم برافو عليكم. ايوه كده هايلين ما شاء الله عليكم، ممتازين جدا ممتازين جدا 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 يعني. طيب السؤال السادس، السؤال السادس، لكي يصل المدير، لا السادس اعتقد يعني، صح؟ السادس ولا الخامس؟
خامس. طيب خلاص. طيب يبقى الخامس. مظبوط مظبوط، كلامكم مظبوط كلامكم مظبوط. السؤال الخامس: تتمثل الأهداف التي يسعى إليها المشروع في الآتي. تمام. السؤال الخامس: تتمثل الأهداف التي يسعى إليها المشروع في الآتي. السؤال اللي فات كان عن أهداف الرقابة، السؤال ده بقى عن أهداف المشروع. ها، أنا جبت لكم الاثنين ورا بعض عشان تفرقوا بين الاثنين. طيب، ألف: تحديد مدى الالتزام بالخطة الموضوعة. ألف: تحديد مدى الالتزام بالخطة الموضوعة. ما ينفعش؟ ما ينفعش، برافو، لأن ده هدف رقابة. طيب عايزين: ألف: تحديد مدى الالتزام بالخطة الموضوعة. ب: تحديد الانحرافات وعلاجها أولا بأول. ب: تحديد الانحرافات وعلاجها أولا بأول. برضو ما ينفعش؟ ماشي، وأنا موافق. برافو هايلين، ما شاء الله ما شاء الله، أنتم ممتازين، أحسن من الطلاب المنتظمين كمان والله. طيب جيم: الاستفادة من المعلومات عند وضع الخطط اللاحقة. الاستفادة من المعلومات عند وضع الخطط اللاحقة، برضو رقابة. تمام، برافو. طيب دال: زيادة الأرباح وتخفيض التكاليف. دال: زيادة الأرباح وتخفيض التكاليف. تمام تمام، ممتازين. تبقى الإجابة زي ما حضراتكم كده تفضلتم، هي دال. طيب سين ستة، السؤال السادس: لكي يصل المدير إلى تحقيق الأهداف. لكي يصل المدير إلى تحقيق الأهداف، فإنه يجب أن يمارس مجموعة من الوظائف هي. لكي يصل المدير إلى تحقيق الأهداف، فإنه يجب أن يمارس مجموعة من الوظائف هي. طبعا فاكرين لما قلنا لازم فيه نوعين من الوظائف، وظائف مش مشكلة جدا بأي وظيفة، والوظيفة الثانية لازم أن تأتي بالترتيب، ها، اللي هي وظائف الإدارة ووظائف المشروع. ها، طيب بس أنا بفكركم بس. طيب، لكي يصل المدير إلى تحقيق الأهداف، فإنه يجب أن يمارس مجموعة من الوظائف هي: ألف: وظائف الإدارة ووظائف المشروع. ألف: وظائف الإدارة ووظائف المشروع. ب: وظيفة إمداد العملاء باحتياجاتهم. وظيفة إمداد العملاء باحتياجاتهم. جيم: وظائف مواجهة المنافسة. وظائف مواجهة المنافسة. دال: الوظيفة المالية والإدارية. دال: الوظيفة المالية والإدارية. برافو. ألف: برافو اللي كتب ألف، مظبوط. اللي كتب دال لا يعدل. وظائف الإدارة ووظائف المشروع، عشان المدير يوصل لأهدافه لازم يمارس النوعين من الوظائف دول: وظائف الإدارة ووظائف المشروع. طيب السؤال رقم سبعة، السؤال السابع: يمكن تعريف الإدارة، يمكن تعريف الإدارة على أنها، يمكن تعريف الإدارة على أنها نقطتين: ألف: صياغة وتطبيق وتقييم. صياغة وتطبيق وتقييم الأعمال. صياغة وتطبيق وتقييم الأعمال. ب: توجيه العاملين إلى العمل. ب: توجيه العاملين إلى العمل.
ما تتسرعي يا لطيفة، ما تتسرعي، نسمع الأول الإجابات ونختار. ها، ما تتسرعيش. طيب، جيم، مجموعة من الأنشطة أو الوظائف. جيم، مجموعة من الأنشطة أو الوظائف التي يمارسها المدير. جيم، مجموعة من الأنشطة أو الوظائف التي يمارسها المدير. تمام، برافو برافو برافو، تمام، أيوة كده، مجموعة من الوظائف أو الأنشطة المدير بيمارسها. عظيم، ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله. طيب، نكمل السؤال. خطة طويلة الأجل، خطة طويلة الأجل يتفرع منها سياسات وبرامج. خطة طويلة الأجل يتفرع منها سياسات وبرامج. يبقى الإجابة زي ما حضراتكم تفضلتم، اللي هي دال، اللي هي سوري، جيم، مجموعة من الأنشطة والوظائف اللي بيمارسها الإيه؟ المدير. ممتاز، ما شاء الله عليك. طيب، السؤال رقم 8، السؤال الثامن، من أهم المهام الملقاة على عاتق الإدارة التنفيذية أو المباشرة مجال. فاكرين السؤال ده؟ أخذناه في الصح والخطأ. ها، فاكرينه؟ طيب، وربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله ويكرمكم جميعا بإذن الله. فاكرين السؤال الصح والخطأ اللي أخذناه مرتين؟ قلت لكم لو قلنا كذا يبقى. طيب، أنا بس بفكركم يعني، أنا متأكد إن أنتوا هتجاوبوا عليه كويس. السؤال الثامن، 8، من أهم المهام الملقاة على عاتق الإدارة التنفيذية أو المباشرة ما يلي؟ من أهم المهام، وإياك يا عبد الرحمن إن شاء الله، من أهم المهام الملقاة على عاتق الإدارة التنفيذية أو المباشرة ما يلي؟ ألف، الاتصال المباشر مع الإدارة الوسطى. ينفع؟ ألف، الاتصال المباشر مع الإدارة الوسطى. طيب، ما ينفعش، وأنا موافق. طيب، نشوف بقى كده. باء، ترجمة الأهداف إلى برامج تنفيذية. ترجمة الأهداف إلى برامج تنفيذية، اللي بيترجم الأهداف إلى برامج هي الإدارة الوسطى، صح؟ يبقى ما تنفعناش. برافو برافو يا بشرى. طيب، تمام. طيب، جيم، تلقي البرامج التنفيذية ووضعها موضع التنفيذ. تلقي البرامج التنفيذية ووضعها موضع الايه؟ التنفيذ. هايلين، ايوه كده، بتاخد الإدارة التنفيذية، بتتلقى البرامج التنفيذية من الإدارة الوسطى، صح؟ وبتضعها موضع التنفيذ. عظيم، تبقى الإجابة هي ايه؟ جيم، ممتازين، كويس. طب، نكمل السؤال. دال، وضع الخطة العامة للمنظمة. ينفع وضع الخطة العامة للمنظمة؟ ما ينفعش. طيب، وضع الخطة العامة للمنظمة، تبقى الإجابة هي تلقي البرامج التنفيذية ووضعها موضع الإيه؟ التنفيذ. ممتاز. طيب، السؤال التاسع، كويس، أنتم ممتازين ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. طيب، السؤال التاسع، انتوا فاكرين لما قلنا مش المهم ان احنا نصل للاهداف، بل الاهم ان احنا نصل الى الاهداف بثلاث شروط، فاكرينهم؟ فاكرين الثلاث شروط دول؟ اقل جهد، اقل تكلفه، واعلى جوده، صح؟ عظيم عظيم، انا بس بفكركم، انا عارف ان انتوا فاكرين، بس انا بفكركم. قلنا مش المهم ان احنا نصل للهدف، بل الاهم ان احنا نحقق الهدف بثلاث شروط، باقل جهد ما نتعبش الناس، واقل تكلفه ممكنه عشان لو التكلفه قلت الارباح بتزيد، صح ولا خطا؟ واعلى جوده ممكنه عشان نقدر ننافس. طيب، تعالوا نشوف السؤال رقم 9، من شروط تحقيق الاهداف الخاصه بالمنظمات ما يلي؟ من شروط تحقيق الاهداف، من شروط تحقيق الاهداف الخاصه بالمنظمات ما يلي؟ ألف، أقل جهد،
وأعلى جودة وتكلفة. ألف أقل جهد وأعلى جودة وتكلفة. أعلى جودة ماشي، بس أعلى تكلفة تنفع؟ ما تنفعش. برافو. طيب تعالوا نشوف باء. باء أقل جهد وتكلفة وأعلى جودة. أقل جهد وتكلفة وأعلى جودة. يا سلام عليكم. تمام، اللي كتب خطأ لا يعدل، صح. اللي كتب خطأ يعدل. أنا بقول لا، ثلاث شروط: أقل جهد، أقل تكلفة، وأعلى جودة. صح، أقل جهد وأقل تكلفة وأعلى جودة. طيب هي بقى بتقول كده، بقى بتقول أقل جهد وتكلفة وأعلى إيه؟ وأعلى جودة. طب جيم، نكمل بقى السؤال. جيم أقل جهد وتكلفة وجودة ينفع؟ ماشي، أقل جهد وتكلفة تنفع، بينما أقل جودة لا. طيب جيم أقل جهد وتكلفة وجودة. أقل جهد وتكلفة وجودة ما ينفع. طيب دال أقل تكلفة. دال أقل تكلفة وأعلى جهد وجودة. أقل تكلفة وأعلى جهد وجودة. تمام، برافو عليكم. ما ينفعش، الإجابة بتاعتنا هي باء: أقل جهد وأقل تكلفة وأعلى إيه؟ وأعلى جودة. يا خلود برافو عليكم، ممتازين. طيب نيجي بقى على السؤال رقم 10. التوجيه كإحدى وظائف الإدارة. التوجيه كإحدى وظائف الإدارة يمثل المرحلة التي يتم فيها، يمثل المرحلة التي يتم فيها التوجيه كإحدى وظائف الإدارة يمثل المرحلة التي يتم فيها نقطتين: ألف تحديد الأعمال والمسؤوليات المطلوبة. ألف تحديد الأعمال والمسؤوليات المطلوبة. ما ينفعش، ماشي وأنا موافق، مظبوط، تمام. باء تنفيذ الأعمال كما هو مخطط لها. تنفيذ الأعمال كما هو مخطط لها. برافو، ما شاء الله ما شاء الله. طيب جيم. جيم إرشاد العاملين إلى أداء العمل بشكل سليم. إرشاد العاملين إلى أداء العمل بشكل سليم. ما شاء الله، حاجة جميلة. أيوة كده، برافو برافو برافو، ممتازين فعلا. التوجيه هو المرحلة اللي أنا برشد فيها العاملين وبدربهم وبوجههم إزاي ينفذوا الأعمال. عظيم. طيب دال، نكمل السؤال بتاعنا. دال تحديد الأهداف الخاصة بالمشروع. دال تحديد الأهداف الخاصة بالمشروع. طيب السؤال رقم 11. السؤال رقم 11 تمر عملية التنظيم. تمر عملية التنظيم كإحدى وظائف الإدارة بالمراحل التالية. تمر عملية التنظيم كإحدى وظائف الإدارة بالمراحل التالية. نقطتين: ألف تدريب العاملين على كيفية الوصول إلى العمل. التنظيم، خلي بالكم أنا بتكلم على التنظيم. ألف بتقول تدريب العاملين على كيفية الوصول إلى العمل. ممتاز ممتاز. طيب باء تحديد الأهداف طويلة الأجل والأنشطة اللازمة لتحقيقها. تحديد الأهداف طويلة الأجل. برافو برافو. لا يا جماح، عدلي عدلي، لطيفة، مظبوط، كويس. باء تحديد الأهداف طويلة الأجل والأنشطة اللازمة لتحقيقها. فعلا مرحلة من مراحل التنظيم إن أنا بحدد الأهداف طويلة الأجل، وإيه هي الأنشطة والأعمال الخصام لهذه الإيه؟ لهذه الأهداف. مظبوط. طيب نكمل السؤال. جيم التكامل بين الوظائف الإدارية. جيم التكامل بين الوظائف الإدارية. دال تحديد الأهداف قصيرة الأجل. دال تحديد الأهداف قصيرة الأجل. إذن الإجابة
هي تحديد الأهداف طويلة الأجل. برافو، تحديد الأهداف طويلة الأجل والأنشطة اللازمة لتحقيقها اللي هي ب. برافو. طيب السؤال قبل الأخير، السؤال رقم 12 قبل الأخير، بيقول وظيفة التوجيه في المنظمة، وظيفة التوجيه في المنظمة تتكون من العناصر التالية. وظيفة التوجيه في المنظمة تتكون من العناصر التالية: ألف، تعريف الأفراد بالقواعد التي يسير عليها المنافسون. أنا مال ومال المنافس، أنا في التوجيه، والتوجيه وظيفة داخلية، صح؟ طيب ألف، تعريف الأفراد بالقواعد التي يسير عليها المنافسون. ب، تحديد الأهداف قصيرة الأجل للعمل. ب، تحديد الأهداف قصيرة الأجل للعمل. جيم، تدريب الأفراد على كيفية الوصول إلى أقصى كفاءة في العمل. تدريب الأفراد على كيفية الوصول إلى أقصى كفاءة في العمل. ما شاء الله، هايلين، ممتازين. فعلا الإجابة هي جيم، تدريب الأفراد على كيفية الوصول إلى أقصى كفاءة في الإيه، في العمل. هايلين، ما شاء الله عليكم. طب نكمل السؤال. دال، تحديد الأعمال المطلوبة لتحقيق الأهداف. دال، تحديد الأعمال المطلوبة لتحقيق الأهداف، والإجابة هي جيم زي ما حضراتكم كده تفضلتوا. طيب السؤال الأخير، الأخير رقم 13، فاكرين آخر حاجة أخذناها اللي هي أهمية الإدارة، وإن الإدارة عشان تحل المشاكل الثلاثة بين الأطراف الثلاثة بتمارس ثلاث حاجات، فاكرينهم؟ اللي هو إن إحنا بنختار الناس حسن اختيارهم، وبنضع كل واحد في المكان المناسب، وبنربط الأجر بالإنتاج، صح؟ طب تعالوا نشوف سين 13. الإدارة الرشيدة، الإدارة الرشيدة يمكنها حل مشكلة التناقض. الإدارة الرشيدة يمكنها حل مشكلة التناقض بين العاملين والملاك والمجتمع من خلال نقطتين. الإدارة الرشيدة يمكنها حل مشكلة التناقض بين العمال، في العاملين يعني، والملاك والمجتمع من خلال نقطتين. ألف، رسم السياسات العامة للمنظمة. ألف، رسم السياسات العامة للمنظمة. ب، محو الإسراف في المواد والوقت. ب، محو الإسراف في المواد والوقت. جيم، تجنب المنافسة. جيم، تجنب المنافسة. دال، حسن اختيار العاملين. دال، حسن اختيار العاملين وتسكينهم في الوظائف المناسبة. حسن اختيار العاملين وتسكينهم في الوظائف المناسبة. مظبوط مظبوط، ما شاء الله، فعلا الإجابة هي دال، وانتم ممتازين جدا جدا جدا، وانا مبسوط منكم، ما شاء الله عليكم، يعني ان شاء الله تجيبوا، لو في اكتر من امتياز هتجيبوا اكتر من امتياز ان شاء الله. طيب وهذا يسعدني. طيب نرجع بقى، نرجع لبعض، انا كنت قلت لكم فكروا في الموعد المناسب عشان نعمل محاضرة تعويضية. ايه الوقت المناسب بالنسبة لكم؟ يوم السبت الساعة 4، خميس، الأحد، هل مناسب يوم السبت؟ السبت مناسب ولا يعني ممنوع؟ ممنوع، لان احنا يعني ما فيش مشكله السبت، ما فيش مشكله السبت. طيب انا شايف الكل مجمع على او المعظم السبت. طيب ماشي، السبت الساعه كام مناسب؟ السبت الساعه 8، في 8 وفي 4 وفي 7. طيب نخلينا 8 كويس، يوم السبت الساعه 8.
طيب خلاص خلاص ان شاء الله. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، خلاص نعمل السبت ان شاء الله الساعة 8، واللي عنده ظروف يبقى يسمع المحاضرة مسجلة. خلاص يا جماعة؟ طيب عظيم، احنا كده اتفقنا ان شاء الله، انا بسجلها معايا اهي ان شاء الله يوم السبت القادم الساعة 8 مساء ان شاء الله. طيب عظيم، احنا كده اتفقنا على الموعد. في بس حاجة انا عاوز اوجهكم ليها بسرعة، معلش. في زميل ليكم الاخ محمد الدوسري منزل ملخص على منتدى اعداد المقرر. منتدى اعداد المقرر احنا مش بنكتب فيه حاجه، ده بيبقى فارغ خالص يعني. فانا وجهته قلت له يا محمد يعني يا ريت تنزل الملخص بتاعك في منتدى المناقشات. مش عارف ان كان محمد موجود معايا وسمعني، يا ريت ينزل الملخص بتاعه في منتدى الايه المناقشات. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني انا شايف في ناس كتير بتنزل ملخصات كده، هنتشتت وانا هبقى غير مسؤول. يعني يا ريت نركز في الملخص اللي احنا اتفقنا، قلنا شيماء وبشاير وبغيه لاوريم، هم دول المسؤولين، هم الثلاثه. فرجاء يعني اي مساهمه ماشي ما فيش مشكله يعني، انما اللي انا مسؤول عنه هي المحاضرات واللقاءات الحية اللي أنا بقولها، واللي هتكتبه زميلاتنا الثلاثة اللي احنا اتفقنا عليهم، شيماء وبشاير وبغية أو رين يعني. اتفقنا؟ طيب إن شاء الله أنا ألقاكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله على خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.